جديد مع بنك المعلومات. ونتعرف على متسابقي حلقتنا مبتدئين بالفارس، تفضل. حمد عبد الرحمن العقير، مهندس مدني، صندوق التنمية العقاري. تفضل. فايز محمد الفايز، وزارة المالية. أيوة. سعد خضران الحربي، مهندس مدني. أيوة يا أخي الفاضل. محمد العبود العتيبي، مدرس لغة إنجليزية. أيوة. ماجد عبد الله العبيد، مبرمج حاسب آلي، وزارة الصحة. وائل حسن شحادة، طالب هندسة كهربائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وبدأت قطاعات الشاشة الفضية في التشكل، والفرصة لا مهيئة أمام محمد العقيل فارسنا لينتقي القطاع والقيمة. أيوة يا حمد. أسماء ملونة ب 300 ريال. إيش هالاستهلال هذا يا حمد؟ أول شيء تشكلت بكشكول، معقول؟ هذه حلقة يبدو لي غير شكل معك يا حمد. يا حمد، سمعتني في حكاية حيط خليل حليم اللي حطوا وراه خيط حرير؟ ها؟ مش سامع. وعرفت لمين اللي حط خيط الحرير خلف حيط خليل حليم؟ برضو لا، برضو مش سامع. لا انت سامع ولا انت عارف. بدي اسمعك وعرفك هذه الحكاية يا سيدي وما فيها. اللي حط خيط الحرير خلف حيط خليل حليب، اقول لك عنه مين؟ خميس حبيب. عارفه؟ لا والله. هذا خميس حبيب يا سيدي، ما بعرف شو خاين بينه وبين خليل حليم، وبينهم مشكلة ولا كذا، وانا ما له ودوشك ودوش حالك انت. القصة وما فيها يا حمد هي انه بدي احكي لك قصة هالحيط وهالخيط، وتحط لي هالخيط خلف هالحيط خمس حطات. الله يخليك. خميس حبيب حط خيط حرير خلف خميس حليم. خلف خميس؟ خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خليل حليم. خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خميس خميس حبيب خليل حليم. خيط خميس خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خميس خليل حليم. خميس حبيب في جنين. خميس حبيب وخليل حليم وفي حيط وفي خيط حرير. مرة واحدة ركز لي عليها، جملة مفيدة. خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خليل حليم. جملة مبتدأ وخبر وفعل وحرف إلى آخره. خميس حبيب خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خميس حليم. خليل حليم. خليل حليم. خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خليل حليم. خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خميس حليم. خليل حليم. خميس حبيب حط خيط حرير خلف حيط خليل حليم. خليل حليم. خميس حبيب حط خيط حرير خلف خلف خط حيط حليم. برافو عليك. طيب يلا. يلا حط 400 ريال.
في الكشكور رفع رصيده ل 2300 ريال والباقي 2000. وماذا يريد فارسنا حمد العقيل؟ معارك وحروب ب 200 ريال. طيب عندك 2300 ريال يا حمد العقيل، ماذا تريد أن تستثمر؟ 300 ريال. متحمسين لأنه محظوظ بكل ألف كله. 1000 ريال. ها؟ أوف أوف. 2300 ريال. كم؟ إيش هذا عندك يعني بداية عجيبة 2300 ريال. طيب تعال معايا نشوف هالألفين ريال القصة وما فيها، مدام انه في عندنا معارك وحروب. السؤال عن جيش، والجيش هذا طوله 10 أميال وبيزحف في اليوم بسرعة 10 أميال. إذن حتى الآن المعطيات اللي عندك في هذا السؤال يا حمد هي انه الجيش طوله كم؟ طوله 10 ميل وبيسحب بسرعه كم في اليوم؟ 20 ميل في اليوم. انت كنت جندي في ذلك الجيش وكنت تقف في مؤخره الجيش، اخر جندي في مؤخره الجيش. طلب اليك او قررت ان تنتقل من اخر موقع هذا الجيش الزاحف الى المقدمه، ولكنك كنت تتحرك بسرعة 20 ميل في اليوم. كرر لي المعطيات يا مهندس حمد. الآن جيش طوله كم؟ 10 ميل. 10 ميل. 10 ميل وهو ثابت. لكن هو زعب بسرعة كم؟ 20 ميل في اليوم. لا، الجيش، الجيش بسرعة كم عم بيزحف؟ 10. هل الجمهور صحي أكثر منك؟ نعم، 10 ميال. الجيش طوله كم؟ 10 ميال. وبيسحب بسرعة كم؟ 10 ميال. 10 ميال. لكن أنت كجندي في المؤخرة بدك تروح للمقدمة، بدك تقوم بعملية قطع المسافة بين المقدمة والمؤخرة أو المؤخرة والمقدمة بسرعة كم في اليوم؟ 20 ميل. نعم. سؤالي، كم هي المدة التي تستغرقها في قطع هذه المسافة يا حمد؟ وتنساش انه هذا السؤال ب2000 ريال. ركز عليه وحاول استرجع المعطيات وقل لي. سأعطيك فرصة واحدة فقط. نعم. هو ممكن اذا طلعوا الجيش الصباح يوصل الظهر. حر، يلا انت حاكمها عقليا. نعم. ايوه يعني فيصير يوصل الى اول الجيش. أيه؟ في مثلا نقول الساعه 12 الظهر. هذا فيما لو كان الجيش زاحف ولا واقف؟ لا، فيما لو كان الجيش واقف. لو كان الجيش واقف أما زاحف، البدايه صحيحه. أما زاحف، لو كان الجيش واقف معناته طوله 10 ميل. أيه؟ هو سرعته حمد 20 ميل. نعم. معناته لو الجيش كان واقف معناته بيقطع من النهايه الى البدايه 10 ميل بسرعه 20 ميل في كم؟ في نص، في نص يوم. نعم. طيب، لكن هل الجيش واقف؟ أبدا، الجيش متحرك بسرعة 10 أميال ثانية. إذن لا يمكن أبدا يكون في أول الجيش، لأنه لابد يسبقه الجيش اللي قدامه. طيب، فهو دائما في المؤخرة. طيب، فبعد مرور النص يوم أو بعد 10 أميال يصبح برضه في مؤخرة الجيش باعتباره آخر جندي. طيب، إذا فرضنا أنه الجيش يمشون بترتيب معين، فهذا الجندي سيظل برضه إذا هذولك نفس المعطيات هم يمشون بنفس السرعة يظل يكون في آخر الجيش. إذا يعني أنت مؤكد وهذا واضح عندك الحكاية، وأنت متأكد من هذا الجواب إن شاء الله، إنه جيش بيمشي بسرعة 10 وطوله 10، إذن الكل 20، وهذا بيقطع المسافة ب20، يعني عمره ما حيوصل في المقدمة. نعم. وبتخسر 2000 ريال يا حمد. أيوة يا حمد، الجمهور عنده جواب. عرفنا على حالك. محمد علي الغانم. وين تعمل؟ موظف في وزارة البرق والبريد والهاتف. طيب يا أخي محمد جاوب. المدة يوم واحد. يوم واحد، ليش يا أخي محمد؟ لأنه نصف المدة اللي يقطعها
الجيش نص الجيش راح يقطع نفس المسافة في نص يوم. ايه يعني هو الجيش طوله لو ما كان متحرك هو طوله 10 أميال، الراجل سرعته كام؟ 20 ميل. فلو فرضنا انه الجيش كان واقف، اذا بيوصل من المؤخرة الى المقدمة في نص يوم. شو باقي عليه؟ باقي عليه يقطع المسافة اللي بده يزحفها الجيش اللي هي كام؟ يوم واحد يعني. اللي هي كام بالأميال؟ 20 10 هي. 10 أميال بده يزحف الجيش. إذا هو قطع طول الجيش وهو ثابت 10 أميال في نص يوم. باقي عليه يقطع مسافة الزحف اللي هي 10 أميال في كام؟ في نص يعني. في نص يوم. معناته بده يقطع 20 ميل. في يوم واحد. في يوم واحد وهذا صحيح. قل له لحمد العقيل اللي ما عرفها. وروح تفضل خد جايزتك من البيت الأهلي. برافو عليك يا محمد. أيوة يا حمد العقيل، ماذا تريد؟ حمد بشوف رجعت للصفر. يلا معارك معارك وحروب 400 ريال. معارك وحروب 400 ريال. وهذا سؤال من الشقين الأول. حدث تاريخي عبر عنه الموسيقي تشايكوفسكي بافتتاحيته الموسيقية المشهورة، والثاني مصطلح حربي معناه التمويه والإخفاء. كمدخل بدنا نسألكم عن الحدث الذي ألف تشايكوفسكي موسيقاه الشهيرة المعروفة بالافتتاحية 1812 أو افتتاحية 1812 1812 أوفرتور. هذا الحدث هل هو موت نابليون، معركة بورودينو، موت نيلسون، ولا معركة ستالينغراد، ولا بيعرف يدخل واحدة من الأربعة؟ أيوة يا محمد العتيبي، أي واحدة من هدول؟ هي المعركة معركة لينينغراد. أصلاً فيش لينينغراد، في ستالينغراد. والحقيقة أبداً هذا غلط وبتخسر 400 ريال. أي واحد؟ أيوة يا مهندس سعد الحربي. هو موت نابليون. ها؟ موت نابليون. موت نابليون وبتخسر كمان 400 ريال. أيوة واحد ثالث. أيوة يا حمد. إيش هي؟ هو المعركة، عفوا يا دكتور عيد القطعة. في عندنا ظل موت نيلسون ولا معركة بورودينو؟ معركة بولونينو. بورودينو، لأنه هذه قرية تبعد 70 ميل عن موسكو، دارت فيها حركة أو معركة بين نابليون والجنرال الروسي كوتوزوف. والشق الثاني لحمد. طيب أنت الآن ممكن تأخذ 400 ريال يا حمد إذا قلت لي عن المصطلح الحربي اللي معناه التمويه أو إخفاء الأهداف العسكرية بمختلف الوسائل لخداع العدو بالنسبة لمواقعها وحماية لها من الغارات الجوية أو الهجمات الأرضية. ما هو هذا المصطلح؟ هو طبعا معناه التكتيك أو لا سيبك من الاستراتيجية والتكتيك، هذا بيسموه ايش؟ التمويه. يعني حتى لون وتصميم لباس المعارك، الجنود اللي بيسموه الفتيج يعني فتيج، هو بحد ذاته تمويه. ليه؟ لأن اللون الخاكي والبني قصد أن يكون شبيهين بلون الأشجار والتراب. نعم. حتى يموه على الأعداء ما يعرفوهم. شو اسمه هذا المصطلح؟ الإخفاء. ها؟ الإخفاء بس إله اسم على وسط الريبورتاج ميزون باج. ايش اسمه؟ ايوه احب الجمهور. ايوه كلهم بقول لك كاموفلاج، وبتخسر ايضا 400 ريال يا حمد. يا حمد ماذا تريد؟ برضو معارك وحروب 300 ريال، خلينا نخلص على هالمعارك هذه. هيا يا بتخلص عليها يا بتخلص هي عليك يا تقول يا حمد. ابصر، هذا سؤال عن معارك وغارات ستظهر لكم عنها عبارات وأبيات شعر على الشاشة وبدت تظهر. مطلوب معرفة المعركة التي تشير إليها العبارة أو بيت الشعر، واللي راغب في خوض معركة هذا السؤال يدخل. عم
محمد العقيل خاض غمار هذا السؤال كما خاض غمار الأسئلة السابقة. إن شاء الله هذا يكون حظك فيه أحسن. إيش هي اللي وقعت في 21-3-68؟ نعم هي معركة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. هي معركة الكرامة في غور الأردن. معركة الكرامة في غور الأردن هذا الشق واحد من أربعة. الشق الثاني معركة في شمال إفريقيا كانت من أهم أسباب انهزام دول المحور في الحرب الثانية. ما هي؟ هي معركة العلمين اللي كان قواتها مين من المحور؟ رومل ومنتجمري. طيب قاد العرب في هذه المعركة يا مهندس حمد العقيل، وهي بالمناسبة معركة كانت ظافرة ضد البيزنطيين، القائد العربي المظفر عبد الله بن سعد بن أبي السرح. هي معركة الصواري. برافو عليك. الصواري. طيب آخر واحدة هذا في بيت شعر يا مهندس حمد، ظريف خفيف دم إلى حد بعيد، بيقول البيت: أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة دعوني، فإني آكل الخبز بالجبن. نعم. إيش معنى هالكلام؟ شو علاقة الجبن بالمعارك؟ قال لهم دعوني من الحروب وروحوا أنتوا حاربوا، خلوني آكل خبز بجبن. بيقصد الجبن جبن نفسه، هذا الجبن الأبيض والأصفر؟ لا هو يقصد الجبن يعني الخوف، يعني رعديد، يعني بيقول لهم دعوني من القتال فإن إيش؟ فأني آكل الخبز بالجبن، أعيش من الجبن يعني من الخوف، أنا خايف ما أحارب. يعني هو بيقول دعوني من القتال فإن جبني وقعودي عن القتال هو الذي أبقاني حيا آكل الخبز حتى الآن. طيب أنا بعطيك الأربعمائة ريال إذا بتقولي في هذا الغار العجيبة اللي بيرد فيها ذكر الجبن بهذا المعنى الجميل اللي فيه محسنات معنوية، نوع المحسنات المعنوية هنا يا مهندس حمد في كلمة الجبن، هل هو طباق ولا مقابلة ولا تورية؟ هي تورية. كل الجمهور بيقول تورية. ليه تورية؟ لأنه التورية هي أن نذكر لفظاً مفرد له معنيين، مش كده؟ نعم. واحد قريب وواحد إيش؟ بعيد. اللي بيقصد الشاعر البعيد ولا القريب؟ يقصد البعيد طبعاً. ولكن بيوري أو بيستر البعيد بالقريب. نعم. فبقول آكل الخبز بالجبن، بيقصدش الجبن واللبنة، بيقصد الجبن ضد الشجاعة. نعم. وأخنت شجاعاً في هذا السؤال وإلى 300 ريال. ماذا تريد؟ أسماء ملونة ب200 ريال. العبارات التي سترونها بعد لحظة على الشاشة تدل على اسم مختلف ولون متشابه، هو نفس اللون. اللي بيعرف الاسم الملون الذي تدل عليه كل عبارة، العبارات مثلا من قمم القلب، مبنى بشارع بنسلفانيا، مدينة في المغرب، لحم الدجاج والأرانب، فراش المريض، فنان مصري الراحل. أيوة يا محمد العتيبي قل لي. اللون هو اللون الأبيض. أيوة اللون الأبيض. اللون الأبيض. طيب من قمم القلب شو العبارة اللي بتحمل اللون الأبيض؟ وايد. لا وايد ما بتعرف. طيب وبتخسر 200 ريال يا محمد العتيبي. أيوة يا سعد الحربي. من قمم جبال القلب هو لون الجليد. لون الجليد. لا بدك اسم هناك. شوفي عندك شغلة من قمم القلب، أعلى قمة في القلب سموها مون بلان. الجبل الأبيض. بدك تعطيني اسم في الجبل الأبيض أعلى قمم جبال القلب. طيب شوف حظك في الباقي. طيب تعرف مبنى بشارع بنسلفانيا؟ لا نشوف الثالث. مدينة في المغرب. ها؟ مدينة في المغرب. الدار البيضاء. الدار البيضاء مدينة في المغرب. برافو يا سعد. طيب غيرها؟ لحم الدجاج والأرانب شو بيسموه؟ اللحم الأبيض. أيضا. اللحم الأبيض. طيب فراش المريض. الفراش الأبيض. لا السرير. السرير. أيوة. السرير الأبيض. السرير الأبيض. طيب مين هو الفنان المصري الراحل اسمه أبيض الأولاني إيش كان؟ معنى جيب الريحاني وهدول اسمه جورج أبيض. جورج أبيض. الرجل اسمه جورج أبيض. طيب اسمع، إذا بتقول لي مبنى بشارع بنسلفانيا شهير جدا هو إيش؟ تأخذ الميتين أو بتخسر؟ ها؟ البيت الأبيض. إيه؟ البيت الأبيض. البيت الأبيض صحيح. هلا يا مهندس سعد الحربي. أفعل 300 ريال. هذا السؤال عن أحمد ومحمد ومحمود. عبين ما أوصلك ركز لي على الشاشة. أحمد ومحمد ومحمود. سعد
انت مهندس ايش؟ مهندس مدني. مهندس مدني يعني كويس في الحساب يعني ماشي. ركز لي على احمد ومحمد ومحمود حتى اوصلك. هذا يا سيدي احمد اطول من محمد باثنين انش، كويس الكلام؟ كويس. محمد اقصر من محمود بانش واحد، طول محمود 5 قدم و3 انش. قديش طول احمد؟ 4 حاطط. طيب طوله 4 قدم و3 انش. انا غيرتها من عندكم، بدي اطوله الحقيقة، شفته قصير. السؤال الان مفتوح للجميع، وخلينا اقولكم شو هو هذا السؤال. عندكم احمد محمد ومحمود، كويس؟ احمد اطول من محمد باثنين انش، محمد اقصر من محمود بانش، طول محمود 4 قدم و3 انش. كم طول احمد يا حمد العقيل اللي ادخلت في هذه اللحظة؟ 4 قدم و4 انش. 4 قدم و4 انش. اشرح لي ليش، مش زي حكاية الجيش وطوله 10 نعم ميل. نعم. لانه احمد محمد اقصر من محمود ب1 انش، اذا هو طوله 4 قدم و2 انش. طيب واحمد اطول من محمد ب2 انش، اذا طول احمد هو 4 قدم و4 انش، لانه طول محمد. هلا انا بدي بس توصل لي إيه؟ ما دام انه احمد اطول من محمود ب2 انش، إيه؟ احمد اطول من محمد ب2 انش. نعم. ومحمد اقصر من محمود بانش واحد، اذا احمد اطول ولا اقصر من محمود وقديش؟ احمد اقصر من محمد. أقصر اطول من محمود بكم؟ بانش. بانش واحد فقط. وما دام انه طول محمود 4 قدم و3 انش. نعم. اذا نعم. طول احمد، طول احمد 4 قدم و4 انش. وينك الجائزه؟ هذا خلاص. أفعل بأربعمائة ريال. أفعل بأربعمائة ريال عن أمثالنا العربية التي تزخر بأفعل التفضيل. أرانا الكمبيوتر على الشاشة الآن 6 من الأمثال العربية، حذفنا متعمدين جزءا من كل منها لتكملوه أنتم، والأقدر على معرفة الأجزاء المحذوفة أدخل اللي هو حمد العجيل، وقلنا قالت العرب أجوع من كلبة مين؟ حومل. حومل، يقال إنه هذه أجاعت كلبتها، فشو عملت في ذنبها؟ أكلته. طيب وأحلم، قالت العرب أحلم من مين؟ من الأحنف، من قيس. من الأحنف. تعرف بيت الشعر يا مهندس حمد اللي فيه حلمي أحنف؟ إقدام عمرو في شجاء في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. برافو عليك. طيب أذكى من مين إذن؟ أذكى من إياس، مش هيك؟ طيب إياس. نعم. أبله من؟ أبله من ممكن هبنقة أو من الدقة. لا، هبنقة يضرب فيه المثل في الحمق. نعم. يقال أحمق من هبنقة أو أحمق حتى من سيد اسمه الدغة. ودغة هذه لما جابت ولد شافت النافوخ تبعه بيطلع وبينزل، قالت هذا الولد تعبان يمكن فيه صديد أو عمل، فجابت هالموس وشقت لهذا وطلعت، قالها مسكين كاين في عنده عمل في راسه هيك، هيو نام، عاد هو مات مسكين. فضرب بها المثل أحمق من دغة أو أحمق من هبنقة. طيب نرجع إلى أبله يا مهندس حمد العقيل. أبله، الأبله الحقيقة البلاهة يضرب في نوع من الطير وهو مشهور في منطقتنا، يقال أبله من طير لأنه أنثى هذا الطير إذا فارقت بيضها ذهلت عنه واحتضنت بيض غيرها. أيوة أيوة، شو اسمها؟ بروح أنا نصيدها دايما، طير مهم. النعامة. النعامة. إيه؟ النعام. أبدا. شو هو قوله؟ بقولك الحباري، هو أبله من الحبارة. طيب أخطب من مين؟ أخطب من سحبان وائل. أخطب من سحبان وائل. وأحمق قلنا من دغة أو هبنقة. قل لي أعيا من، وخذ الأربعمائة ريال. أعيا من باقل. باقل. أيوة يا حمد، ماذا تريد؟ أسماء ملونة بـ400 ريال. I'm here.
المباراة التي سيظهرها لنا الكمبيوتر على الشاشة تدل على أسماء ملونة، واللي بيعرف ثلاثة من الخمسة هدول بعد ما يقرأهم بدي أقول له يدخل، لكن خلينا نقرأهم في الأول. جسر معلق في سان فرانسيسكو سمي كذلك لكثرة ما فيه من مرجان. يقع هذا الجسم المائي شمال شرق الصين، تنشأ عنها الصبغة التي تلون جلد الإنسان، وجزيرة مكسوة بطبقة سميكة من الجليد، خلافا لما يوحس مها وماجد العبيد المبرمج الكمبيوتري في وزارة الصحة. تفضل. أيوة. أولاً نبغى نتكلم عن التنشأ عنها صبغة اللي تلون الجلد في الإنسان. أيوة. صبغة المينالين. ها؟ صبغة المينالين اللي تؤثر. لا هي هذه الصبغة تنشأ عن أشعة بيسموها أشعة ملونة. إيش؟ أشعة فوق البنفسجية. الفوق البنفسجية. برافو يا ماجد، هذه واحدة. وبيأخذ من الجسم فيتامين إيش؟ A B و C ولا D؟ لا فيتامين D طبعاً. طيب. فيتامين أيوة. الثانية. الثانية الجزيرة المكسوة بطبقة سميكة من الجليد. أعتقد إنها الجزيرة الخضراء. بالانجليزي شو بيسموها؟ جرينلاند. ما يوحي بالخضار لكن دائما عليها جليد. جرينلاند. جرينلاند، هذا كلام صحيح. هذا اثنين. ثالثه يلا جيب ثالثه وخذ 400 ريال. الجسر المعلق برحول السواح في سان فرانسيسكو بيسموه ايش؟ بريدج، كذا جيت بريدج. الجسر الذهبي. جسر لا ايش الذهبيه؟ الموفا الذهبيه. ايه جسر بوابة. لحظة. بوابة. قولونا خلكم. بوابة. بوابة. الجولدن جيت بريدج. هذا مش حنحسب لك إياه. طيب إيش اللي سمي كذلك لكثرة ما فيه من مرجان يا راجل؟ إيش اللي فيه مرجان وسمي بإيه؟ البحر الأبيض. البحر الأبيض. أبيض. لحظة. البحر الأحمر. أحمر. طيب يلا وردنا. أيوة يا ماجد. ماذا تريد؟ من أنا 300 ريال. من أنا 300 ريال. وهذا السؤال من شقين، الأول منه فيلم شوفوا لي إياه وبعدين حنعمل عليه سؤال. طلع الفيلم. الآن أنا بدي أحكي وخلي الفيلم في الخلفية، بدي أحكي بلسان هذا الرجل اللي عم يوضع بطاقة الانتخاب. بيقول هذا الفيلم يسجل فشل حزبي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في برلمان بلدي الأوروبي، ولما كنت قد وعدت بأن لا أشارك في حكومة ائتلافية وأن أستقيل من منصبي كمستشار في حالة عدم فوز حزبي بالأغلبية المطلقة التي احتفظ بها على مدى 13 عاما، فإنني استقلت فعلا. إذا عرفتني أدخل. أيوة. مين اللي بده يدخل؟ أيوة يا حمد. هو برونو. برونو كرايسكي. برونو كرايسكي. طيب خذ 300 ريال إذا عرفت الشق الثاني من هذا السؤال. بيقول عن حاله: ارتبط اسمي يا حمد بكثير من بلدان أمريكا الجنوبية، بكولومبيا، فنزويلا، إكوادور، بنما، بوليفيا، بيرو، بل إن إحدى هذه البلدان أخذت اسمها من اسمي، فمن أنا؟ بلد ولا دولة يا دكتور؟ بلد يعني دولة. بيرو. مين هو؟ احنا بنسأل. لا هو رجل بيقول لك أخذت اسمها من اسمي، بقول لك اسم ارتبط بكثير من بلدان أمريكا الجنوبية، وأطلق عليه اسم المحرر الأكبر في أمريكا الجنوبية. أوه. وواحدة من كولومبيا، فنزويلا، إكوادور، بنما، بوليفيا وبيرو، واحدة منهم أخذت اسمها منه. هو بوليفار. اسمه بوليفار. صحيح. هو سيمون بوليفار. ماذا يريد حمد؟ بقي عندنا ثلاث قطاعات. من أنا 200 و400 و200. أفعل ب200. هذا السؤال عن أول. لو سألكم مثلا أول من أجرى عملية نقل قلب طبيعي بتقولوا لي الدكتور كريستيان برنار من جنوب أفريقيا،
ولو سألتكم أيضا من هو نيل أرمسترونغ بتقولوا لي ولو هذا أول من نزل على سطح القمر. هذا سؤال على نفس الغرار من 4 فروع، وأول من يرغب في هذا السؤال يدخل. أيوة يا محمد العتيبي، محمد شفنا هالفيلم أول وبدنا نسألك عنه أول أول، تفضل. محمد العتيبي، هذا الفيل استحق المرتبة الأولى لكونه أول فيل إيش؟ ينولد في حديقة حيوان. برافو عليك، يولد في حديقة حيوان، ولد في زيورخ في سويسرا. طيب بتعرف هذا أمه حملت فيه مدة طويلة قديش في اعتقادك؟ 12 شهر ولا 18 ولا 22 ولا 28؟ 28. أو مدة حمل الفيل طويلة، على كل حال أكثر من 12، هل هي 18 22 ولا 28؟ 22. طيب الشق الثاني من السؤال يا محمد العتيبي، المدرس في جدة، أول دورة لكأس العالم لكرة القدم سنة 1930 يا محمد كانت في المكسيك، أوروغواي، إنجلترا ولا البرازيل؟ أوروغواي. أوروغواي اللي عاصمتها بوينس آيرس ولا مونتيفيديو؟ مونتيفيديو. مونتيفيديو. طيب قالت العرب يا محمد العتيبي أوله قطر ثم ينهمر، وش هو؟ هو الغيث. أيوة يا محمد، ماذا تريد؟ من أنا 400 ريال. هو 3 ألغاز تتحداكم أن تعرفوها. أول واحد، هذا ألغاز كلها وأنت دخلت على عماها يا حمد العقيل. طيب اسمع اللغز الأول يا حمد، بيجي بيقول أنا لك مع أنك لم تشترني أو تستلفني، أنا لا أفيدك في شيء ومع ذلك أنت لا تستطيع التخلي عني، تستطيع أن تلمسني ومع ذلك لا تستطيع أن تحسني. لاحظ الفرق بين تلمس وتحس. أتحرك دون أن تسمع لي صوتا، كثيرا ما تفقدني رغما عنك، لاحظ غصب عنك تفقدني، ومع ذلك فأنت تثق في عودتي إليك، للقطط وللجمال مني مثل ما لك. إذا عرفتني قول. الظل. الظل أو الخيال، هذا صحيح. واحد. طيب بدك تعرف 2 من 3. الثاني يا حمد، شبهتني، بيحكي عن حاله أو تحكي عن حاله ما بتعرف، شبهتني بالحوت رغم أنني لست حيوانا، استخدمتني ضدك وأنا من صنع يدي، أراك ولكنك لا تراني، وأنا الذي قال في الشاعر العربي هي الحوت أو للحوت منها مشابه، فلو كان فولاذا لكان أخاها. من أنا؟ هي الغواصة. لا أنت سمعتها منها، هي الغواصة فعلا لما قالك هي الحوت أو في الحوت منها مشابه فلو كان فولاذا لكان أخاها. إذا ما عرفتش هذه بتاخدش ال 400 ريال نقسمهم عليك، أو إذا الله أسعدك بتاخد اللغز الثاني. ركز عليه، تضعني على المائدة يا حمد، تقطعني، تأكلني، توزعني على الجالسين، ومع ذلك فأنا لا أدخل لك فمن ولا معدة، فمن أنا؟ هي ورقة اللعب، الكوتشينة. ورقة اللعب صحيح، الكوتشينة. آخر قطاع، من أنا ب200 ريال؟ حمد بياخذ من أنا ب200 ريال لأنه هي اللي باقية. وهذا بيقول عن نفسه، كلفني ملك صقلية في القرن 12 بوضع خريطة للعالم المعروف آنذاك، فجاءت أنموذجا لما وصلنا إليه نحن العرب من حضارة ساعدت على ظهور عصر النهضة الأوروبية. إذا عرفتم من أنا أدخلوا. أيوة يا حمد، هو الإدريسي. الإدريسي، كلام صحيح.
والآن قبل أن ننتقل إلى جمهور في سؤال رقم واحد، نشوف الأرصدة. حمد العقيل 1500، فايز الفايز 2000، سعد الحربي 1800، محمد العتيبي 1400، وماجد العبيد 2400، وهائل شحادة 2000. والآن جاء دور سؤال الجمهور رقم واحد. يلا يبدأون أرقام الصف الأول، وثبتونا يا لو سمحتوا صف رقم 16. ووقفونا المقعد حتى نشوف ما هو 28. مين 28 من هذا الصف؟ 28 يجينا بسرعة. طيب أيوة، شغلونا الصف الثاني لو سمحتوا. بدأ تتابع أرقام الصف الثاني وثبتونا إياه حتى نعرف صف رقم 11. وشغلونا المقعد، مقعد رقم كام؟ ثبتونا إياه. أيوة، مقعد رقم 32. نتعرف عليك. محمود عبد الله حجازي. تعمل وين؟ طالب في ثانوية اليرموك. الأخ محمد غانم الشيتان، القوات الجوية. القوات الجوية. محمد ومحمود تعالوا، واحد واثنين تعالوا معايا بسرعة. الآن في الجهاز اللي أمامكم شفتوا الشكل، وهو عبارة عن ثلاث أسهم من واحد لاثنين. في عندنا كلمة مكونة من أربعة حروف بدنا نأخذها، الدليل بتاعها من المحسنات اللفظية والمعنوية، وحروفها بتكون تاخدوه من القطاعات اللي تحت. الآن بعد ما تشتغل الساعة شغلونا إياها. أي واحد منكم بعد ذلك لما أقول اضغط ويضغط، أي واحد بده يضغط تفضلوا. ما هي؟ أيوة رقم واحد. أيوة محمد، شو الاسم؟ بديع. البديع صحيح. نشوف هل الخبير بياخده. البديع أخذ الباء وأخذ الدال وأخذ الياء وأخذ العين. برافو لطالب اليرموك، برافو. طيب الآن خلينا نشوف كلمة ثانية تبدأ بحرف العين، وهو مكونة من خمس حروف، أقرب الكواكب. أيوة أيوة، رقم واحد مرة ثانية. محمد إيش هو؟ عطراد. على الميكروفون. عطراد. عطراد بتخسر. عطارد. عطارد اسم الحقيقي، بياخذه محمد. صحيح محمد بياخذ واحد، ومحمود بياخذ واحد ثاني. عطراد، لان انت اخذتها من وين؟ اخذتها من الجمهور. سمعت عطراد؟ في شيء في الدنيا اسمه عطراد؟ طيب اذا الان الكلمة الثالثة تبدأ بحرف الدال، وهي اول حرف من اسم رئيس فرنسي. وخلي يشغل لنا الساعة اول. والان اللي ايوه يا اثنين، شارل دي جول. دي جول هذا صحيح. نشوف الكمبيوتر بيرفع. طيب الاخ محمد الغانم، تعال يا اخ محمود، انت لك عندنا جائزة طرد يا جاوبت واحد. احنا بدنا نهديك لانك قلت عطرات، شو رايك؟ اوكي ماشي تمام. طيب احنا بدنا نعطيك اول شيء قبله، وتسمع عندنا اول برنامج فلك في البرنامج الاول او الثاني في المملكة السعودية عن الكواكب، واصخ السمع تجدهم يقولون عطارد والزهرة. تفضل. محمد الغانم من القوات الجوية، اسحب بسم الله وشوف ماذا ربح. الرقم 5 التلفزيون نظامين. نظامين، شوف 5. شخصيات روائية 500 ريال.
ثلاث قوائم رأيتموها الآن على الشاشة، الأولى لشخصيات في روايات عالمية، والثانية لمهن أو أعمال تقوم بها هذه الشخصيات الروائية في الروايات طبعا، والثالثة للروايات التي ترد فيها هذه الشخصيات. والمطلوب أن تدققوا وتربطوا الشخصية بعملها أو إنجازها والرواية العالمية التي وردت فيها هذه الشخصية. أنا شخصياً بدي أتبرع لكم بحل واحدة من الخمسة على سبيل المثال. ميج مارش، الخمسة اللي في آخر القائمة رقم واحد، هي كاتب لمحامي ولا مربية ولا مخترق الحصار ولا كاتب لتاجر ولا مدير بنك؟ لأنه ميج اسم مؤنث فهي مربية. إذا أخذنا ميج مارش ربطناه بمربية، بقي أن نعرف هذه المربية بتشتغل، كانت مربية في وين؟ في بيت الدمية، ديفيد كابرفيلد، ترنيمة الميلاد، نساء صغيرات، ذهب مع الريح، لا والله في نساء صغيرات، في رواية عالمية اسمها نساء صغيرات للويزا ألكوت، واللي عجبها السؤال. أيوة يا حمد، تعرف مين من هدول؟ ريت بيتلر في ريت باتلر. نعم. أيوة في مخترق الحصار، في فعلا مخترق الحصار، في ذهب مع الريح. ها؟ في ذهب مع الريح، ذهب مع الريح لمارغريت ميتشل، هذا كلام صحيح. اعرف لي كمان. أيوة و ترفالدو هيملر، ترفالد هيلمر، شو بيشتغل هذا؟ في مدير بنك في بيت الدمية. مدير بنك، برافو عليك، في أي عمل؟ في بيت الدمية، بنك الدمية أو بيت الدمية لإبسن. اعرف لي كمان واحدة، كمان واحدة يا حمد. الأولى بوب كراشيت، هذا كاتب لمحامي ولا كاتب لتاجر؟ هو كاتب التاجر. كاتب التاجر في أي رواية؟ في ديفيد لا هذا خربط فيها، هو في ترنيمة الميلاد. رواية وين؟ ترنيمة الميلاد، اسمس كارول أو ترنيمة الميلاد. ويوريا هيب هو كاتب المحامي في ديفيد كوبرفيلد ديكنز. وإلى 400 أو 500 ريال يا حمد. العقيل بسرعة. واحد مختلف بخمسمائة ريال، واحد مختلف بخمسمائة ريال. شوفوا لي هالرسمة على الشاشة، فيها خمس أشكال، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هنالك شكل واحد مختلف. وإحنا قلنا لأنه دائما بنعطي سؤال الجمهور المختلف، خلينا نعطي الفرصة للمتسابقين، اللي عارف يحدد لي السؤال أو الشكل المختلف يدخل. ايوه يا سعد الحربي، اي واحد مختلف. مختلف هو شكل اثنين. ارفع صوتك. شكل مختلف هو شكل اثنين. شكل اثنين وبتخسر 500 ريال. ايوه واحد ثاني. ايوه يا فايز. شكل اربعة. شكل اربعة وبتخسر كمان 300 500 ريال. ايوه يا حمد. سرعة. رقم ثلاثة يا دكتور. شكل ثلاثة ليه؟ لان الشكل مثمن. الشكل هذا مثمن. وإيش؟ عبارة عن شكل مثمن ومعه شكل دائرة من ضلع، ومعه مربع، ومعه شكل رباعي أو شكل من أربع أضلاع. أربع أضلاع باستثناء أي شكل؟ باستثناء شكل ثلاثة. ليه؟ نعم مختلف لأنه عبارة عن مثمن ومعه شكل مثلث. وهذا كلام سليم، وخمسمائة لحمد العقيل. حمد كيف ولماذا بخمسمائة ريال؟ كيف ولماذا بخمسمائة ريال؟ هذا الشق الأول من السؤال، هو تعود يسألون عنه في المدارس، سؤال كلاسيكي عادي، بيقولون ليش دائما بيتجه لها بعود الثقاب ولو نكس إلى أعلى، واللي عاوز كمدخل أنه يجاوب لي عن لماذا الأولى يدخل. أيوة حمد، ليش عود الثقاب حتى لو نكسته بيطلع دائما لهبه الى اعلى؟ طبعا دكتور، لان الحراره تسخن الهواء اللي فوقها، فيطلع الهواء الساخن فوق فيطلع. اي هواء ساخن؟ ليش سخن الهواء؟ اي هواء؟ من الهواء اللي فوق طبعا، اللي في محيط عود الثقاب. اللي حول عود الثقاب يسخن ويطلع لما فوق. لما يسخن يتمدد شو بصير لكثافته؟ طبعا او وزنه تخف الكثافه ويطلع، فبيطلع شو بصير بعدين؟ عندك هواء ملامس للهب تمدد، شو صار له؟ ارتفع الى اعلى. ارتفع بعدين طبعا يحصل انه يحل محله هواء ثاني. هذا كلام ثاني، بيحل محله هواء بارد. نعم. اذا الهواء بارد بصير بيتجه لوين؟ الى اعلى. شو بيعمل للهب؟ يرفعه الى اعلى. هذا كلام صحيح، هذا الشق الاول. الشق الثاني يا حمد،
في الليل نسمع صوت صرير الأثاث ولا لا؟ نعم. ليش؟ لأن اللي يحصل أنه في النهار يتمدد الأثاث بالحرارة، ولما يجي الليل لما يبرد بينكمش، فنسمع الصوت برضو لأنه فيه هدوء في الليل، لأنه فيه هدوء غير عادي في الليل، ويحصل أنه ينكمش الأثاث بعد تمدد. مع التقلص بصير صرير بعد التمدد خلال النهار. نعم. فبنسمع وهذا كلام صحيح. و500 ريال. طيب يا حمد، ثنائيات ب750 ريال. الثلاثية الأولى عن شعراء ثلاثة تزعموا إمارة الشعر العربي في العصر الأموي، وكمدخل للسؤال اللي بيعرف الشعراء الثلاثة يدخل. أيوة يا محمد العتيبي أستاذ اللغة الإنجليزية، مين ومين ومين؟ يلا. الشعراء الثلاثة هم الجرير، الفرزدق، الأخطل. وهذا الشق الأول صحيح. الشق الثاني، كل من هذه الكلمات يا محمد العتيبي وهي كلمات أجنبية وأنت مدرس إنجليزي، هذه الكلمات الأجنبية الثلاث كل واحدة تعني منها خمسة، أنت هلا بتقول إن شاء الله يكون منها فايف لأني بعرف فايف. فايف مش منها، في منها فونف، ومنها سانك، ومنها تشينكوي، هذول كلهم بيعنوا خمسة في أي لغة وأي لغة وأي لغة. وخذ 750 ريال. ثانكيو بالإسباني. ثانكيو ثانكيو هذيك شكرا. ثانكيو. سانك سانك. أيوة في أي لغة؟ سانك في الإسباني ممكن. ها؟ الإسباني. في الإسباني؟ لا هذا أول غلطة، سانك بالفرنسي. طيب فونف. فونف. ألماني. ألماني. طيب تشينكوي. تشينكوي إيطالي ممكن. إيطالي. طيب كوينكوي. كوينكوي. باللاتين اللي هو الأصل. طيب أنت يا أستاذ الإنجليزي، من كوينكوي باللاتين معناها خمسة. جاي منها كلمة كوينتوبلتس، شو معنى كوينتوبلتس؟ توأم. كوينتو من كوينكوي قديش؟ خمس أفراد، خمس توأم. خمسة. وكوادروبلتس؟ أربعة. جاي من اللاتيني كوادرو أربعة. وتريبلتس؟ ثلاثة. ثلاثة؟ طيب أنت جاوبتش سانك وما جاوبتش، ولا جاوب تشينكوي وهذا؟ نعطيه يلا يا محمد 750 ريال. مبروك. محمد العتيبي ماذا يريد؟ واحد مختلف 750 ريال. واحد مختلف 750 ريال. والواحد المختلف هو أيضا سؤال مشابه للي سبقه في هذا القطاع، ومن بين هذه الأشكال الخمسة التي ترونها اللي بيقدر يحدد لي الشكل المختلف ويبين لي بوضوح ومنطق سبب هذا الاختلاف بعد ما يدقق 750 ريال اللي بده يدخل. ايوه يا ماجد. ماجد اي واحد في عندك؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. واحد منهم المختلف اي هو؟ طيب تعال معايا انا وياك عند الشاشة هذه. هلا انت بدك تلاحظ لي هذا المتوازي لون، وهذا المتوازي الصغير لون. بدك تشوف شكل آخر اللي هو النظير له مع المبادلة. بدك تشوف هذا أيضا الشكل، أيضا مستطيل وعنده هنا لون وهنا لون في المستطيلين الصغيرين. أيضا هذا إذا أدرناه بمقدار 90 درجة بنغير الألوان فقط، ففي عندك شكلين متشابهين وشكلين متشابهين، بظل واحد. وتعال عندي على الميكروفون هنا، هو المختلف رقم كام؟ بالنسبة لرقم خمسة ورقم اثنين إذا أدرناهم يعطونا نفس الشكل. هذا كلام سليم. وبالنسبة لرقم واحد ورقم ثلاثة إذا أدرناهم يعطونا الشكل السليم. يظل رقم أربعة. برافو عليك، هذا صحيح. ماجد 750 ريال. ثلاثة بشكل زوج، كل ما هنالك احنا عدلنا بمقدار 90 درجة وعكسنا التظليل وبعدلنا بالألوان الحمراء والصفراء بين الأشكال المتوازية، ونفس الشيء عملناه زي ما حكى ماجد في 2 و5، فبيظل الشكل 4 هو الوحيد الذي لا يتبع هذا النسق. وماجد العبيد مبرمج الكمبيوتر في وزارة الصحة ماذا يريد أن ينتقي بعد أن يرى القطاعات؟
كيف ولماذا 750 ريال؟ يعني إذا زبطتها هلا هذه زي ما زبطت الشكل المختلف بتكون ضربت معك. طيب يا ماجد، قبل أن نأتي إلى السؤال، قديش هو رصيد ماجد؟ نشوف على المونيتور. 3150. كم بدك تستثمر؟ 1150. 1150. شو؟ ها شو؟ 2150. 2150؟ تأكد؟ طيب. طيب يا ماجد، المعادلة بالأعداد الرومانية ماذا تقول؟ هذا العدد 10. أيوة. وهذا العدد 1 يساوي 10. 11. 10 زائد 1 يساوي، هذا العدد مش 11، هذا 9. 9 عفوا. طيب هذه المعادلة غلط. احنا حطيناها بهذه الشرائح لكن غلط. 10 زائد 1 لازم تساوي 11. طيب الآن أنا سؤالي، دائما أسئلة من هالنوع يا ماجي، إذا كنت بتلاحظ في الحلقات الماضية والإخوة المشاهدين كانوا يلاحظوا في الحلقات الماضية، شو بنعمل؟ إما بنقول أضيف أو بنقول شيل أو بنقول أنقل. المرة لا بدنا تضيف ولا بدنا تشيل ولا بدنا تنقل، وتعمل هذه المعادلة صحيحة وتأخذ كذا 1000 ريال اللي هو استثمارك. شو تعمل؟ نقلبها. ها؟ نقلبها. كيف تقلبها يعني؟ 11 تساوي 1 زائد 10. لو هذه جت هنا، فإذا قلبتها بدك تأخذ هذه هنا. كيف؟ لا هي تصير كذا، 10 زائد 1 تساوي 11. طيب كيف تصير؟ يعني مقلوب هذا. شوف اقلب اقلب ثنائيات 500 ريال. ثنائيات 500 ريال. وهذا السؤال عن ثنائيات مشهورة والمطلوب أن تكملوها. مثلا لو قلت لكم روميو بتقولوا لي جولييت، عنتر، عبلة، كثير، عزة، جميل، بثينة، جاكل، مستر هايد. وعلى الشاشة 6 ثنائيات، واللي بيقدر يكمل 5 منهم يدخل. أيوة يا ماجد. ايوه انطوني ومين؟ بسرعه. رقم 1 انطوني وكيلوباترا. 1. 2 ريا وسكينه. ريا وسكينه. 3. 2. يلا بينا 5. ابوت ومين؟ ابوت ومين في الكرتون؟ ابوت و اوكستيلو. طيب 3. ايوه دانتي ومين؟ دانتي هو المفكر اللي كتب دانتي ابدا، والبنت اللي رآها هذا الشعر الايطالي وهو في 9 من عمره. هاردي. وصف لها حبه في روايه اسمها الحياه الجديده. دانتي وهاردي. ابدا دانتي وايش؟ دانتي مفكر كتب مسرحيه. بياتريس بورتيناي. ابدا هذا غلط فيها. دانتي مفكر. 3. أنتوني وكليوباترا، أبوت وكوستيلو، لوريل وهاردي. لوريل وهاردي. لوريل وهاردي. باقينا واحدة لازم تعرف بكمال. كنا 5. لازم تعرف بكمال أو نتعادل إحنا وياك. ما أعطيكش. لا ما نصير متعادلين. لا كنا 5. كان لازم تجيب دانتي وبياتريس أو بيجماليون. مين هي اللي بتحكي لهجة الكوكني؟ طيب من باقي؟ في رواية جي بي إس اللي هو جورج برنارد شو اللي اسمها بيجماليون. كان في عندك أليزا دو ليتل وأستاذ الصوتيات اسمها جالاتيا، وبنتعادل إحنا وياك. لا ما نتعادل يعني. أيوة يا ماجد العبيد، ماذا تريد؟
طيب الثنائيات 1000 ريال. هنالك كلمات في لغتنا العربية لها معنيان، فلو قلت يعمل لها التلميذ في المدرسة، يصعد عليها الإنسان إلى منزله، يسعى إليها الموظف في عمله، بتقولوا للدرجة، الدرجة العلامة والدرجة السلم تبع البيت والدرجة 13 ولا 14 تبع الموظف. الآن أظهرنا لكم على الشاشة 6 مجموعات، في كل مجموعة هدول في كلمات، الكلمة تعني المعنيين في كل مجموعة، 6 مجموعات في كل واحدة منهم معنيين، والمطلوب حين تقرأ المعنيين أن تذكر الكلمة. ومن يرغب أيوة يا ماجد، إيش الكلمة اللي بتدل على آلة موسيقية من ناحية، أو تعني يبين حقوق الفرد وواجباته من ناحية أخرى؟ معلش دكتور ليتك تساعدني شوي. تفيض ماء زلالا، تفيض ماء زلالا احيانا، وتفيض ماء مالحا احيانا اخرى. العين، العين هذه واحده صح، يعني عين اللي في الراس. نعم، اللي تفيض ماء مالح، والعين الاخرى ذات الماء العذب. هذا كلام سليم. السائل، السائل ايش في كلمه في اللغه العربيه لها معنيان، السائل والمعطي. وحتى اعطيك اضاءه، هي بتاتي من كلمه ترد في بيت في سينية البحتري اللي بيقول فيها: صمت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبسي. من جدى اسم الفاعل، هو الكلمة المطلوبة. من جدى اسم الفاعل. جادي. الجادي هو السائل، وهو المعطي، زي الصارخ المغيث والمستغيث فيما أعلم. طيب هاي تنتين، واحدة ثالثة وخلاص. واحدة لا، بدك أربعة. يلا بسرعة. جزء من الدائرة. أيوة، جزء من الدائرة وتعيش فيه، وتعيش فيه الحيتان. شو هو؟ البحيرة. إيه؟ في بحيرة في الدائرة؟ في بحيرة في الدائرة؟ لا، أنت ما سمعتهم قالوا لك المحيط. ما سمعتهم مش كويس، قالوا لك المحيط. ماجد انت جاوبت انتين وغلط في واحدة، متعادلين احنا وياك، لا بناخذ ولا بنعطي، وخلينا نشوف اي واحد تاني بيحب يجرب حظه في البقية. اي واحد بيحب يجرب حظه في البقية؟ ايوة يا وائل، ايش حادة؟ وائل ايش حادة، الطالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ايش هي الآلة الموسيقية ويبين حقوق الفرد وواجباته؟ كلمة واحدة في العربية. ممكن اللي بعدها دكتور؟ طيب اللي بعدها، كلمة فرنسية تعني مسودة وثيقة أو اتفاقية أو نظام القواعد الدبلوماسية. طيب الآلة الموسيقية ويبين حقوق الفرد وواجباته، آلة القانون أو القانون. اشكر نعم. الجمهور، لأنك استنيتهم طويلا حتى قالوا لك ايه القانون. طيب، والكلمة الفرنسية اللي تعني من ناحية نظام القواعد الدبلوماسية، ومن ناحية ثانية وثيقة أو اتفاقية. المسودة بتاعتها بقول لك إيش؟ بروتوكول. بقي عندنا كلمة إنجليزية تعني معنيين بس تلفظ شوية مختلفة، الكلمة التي تعني رئيس الوزراء، ونفس الكلمة مع تحوير بسيط في اللفظ بتصير تعني العرض الأول لمسرحية فيلم. بروفا. إذا بتعرف أي واحدة من هذول بسامحك من الخصم، وإلا بروح عليك 1000 ريال. الكلمة الإنجليزية التي تعني رئيس وزراء، بريمير، والكلمة التي تعني العرض الأول لمسرحية، بريمير. وبتخسر 1000 ريال يا ما. أيوة يا وائل، ماذا تريد؟ واحد مختلف، 1000 ريال. دققوا لي جيدا في هذا السؤال، واحد مختلف ب1000 ريال. عندكم 9 أشكال طلعت على الشاشة. الأشكال عبارة عن متوازيات مختلفة الألوان، يعني صفراء وحمراء، ومتصلة فيها أسهم. بدي تكتشفوا النمط اللي بيحكم علاقة اللون بتاع المتوازي باتجاه السهم. إذا اكتشفتوا العلاقة بين المتوازي واتجاه السهم، المطلوب انك
تكتشف لي الشكل الشاذ، وزي ما جاوبها ماجد في الأول ممكن يجاوبها في الثاني على المونيتر اللي عندك. قل لي أنو الشكل الشاذ منهم. مي واضحة يا دكتور. مي واضحة. طيب تعال هنا، هذا في عليه 1000 ريال، ما هو لازم نوضحه إليك. الحقيقة أنت الطرفيات أو الأسهم هي ليست مختلفة الألوان، هو الاختلاف اتجاه السهم يمين يسار فوق تحت وعلاقته باللون أصفر ولا أحمر. إذا بتكتشف العلاقة في واحد من الأشكال التسعة فقط هو الشكل الشاذ، شو هو وليه؟ الشكل 4. ليه؟ الشكل 3 إلى تحت والشكل 7 إلى تحت. وين الألوان في الصورة؟ ما إلى علاقة، بتقول لي ألوان 3 و4، شو علاقة اللون باتجاه؟ اللون اللون إيش؟ على كل حال أنا ماجد لا بخصم عليه 1000 ولا بنعطيه، لأنه الإجابة هي صحيحة 3، ما قليش ليش؟ لا لا اتفضل، إحنا أي واحد ضاغط. أيوة يا فايز أشوف، يلا قلني شكل 8. شكل 8؟ نعم. ما احنا قلنا له 3 هو الشاذ، بس اقول انه ليش او 4 هو الشاذ لما حكى ماجد قال 4. نعم. يلا خسرونا برضو فايز 1000 ريال. يلا نعم. عنده رصيد كبير. انا اشرح لكم اياها الشغلة ببساطة. اذا واحد بيجي من الجمهور اي نعم. علي عبد الرحيم حامد، موظف الامن العام. نعم. رقم 4. رقم 4، الأخ علي عبد الرحيم الموظف في الأمن العام أعطانا رقم 4، بقي أن يأتي معنا ويعطينا الجواب الصحيح ويأخذ 1000 ريال. أخ علي ركز لي بالألوان والأسهم، هذا 4 فعلا، ليش؟ السهم مرتفع لفوق. السهم مرتفع لفوق، بينما كل الحمر المتوازيات الأخرى السهم إما رايح إلى اليسار أو نازل إلى تحت، بينما الصفر كيف اتجاهات الأسهم؟ بدها تكون عكس اليسار، يعني وين؟ إلى اليمين أو إلى اليسار. طالع إلى اليمين أو الاتجاه الثاني إلى الأعلى. طالع إلى الأعلى. الذي يشذ عن هذه القاعدة أن الأصفر بيروح إلى اليمين السهم المتصل فيه أو إلى أعلى، والأحمر السهم المتصل فيه بيروح إلى اليسار أو إلى أسفل، باستثناء رقم 4 بنجد أنه أحمر وبيروح إلى أعلى، بينما لازم يروح إما إلى اليسار أو إلى أسفل. وعلي عبد الرحيم من الأمن العام مبروك 1000 ريال، تفضل خذهم من البنك الأهلي يا علي. أيوة يا ماجد، وماذا تريد أن تأخذ؟ باقي عندك كيف ولماذا ب1000 ريال وشخصيات روائية ب1000 ريال قبل الكنز. كيف ولماذا 1000 ريال؟ كيف ولماذا 1000 ريال؟ وهذا السؤال ركزوا عليه من شقين، لأنه من 1000 ريال. المدخل الأول للسؤال هو اللي بيعرف لي لماذا، ولاحظوا لي هذا بس مدخل، اللي بيعرف لماذا توضع رقائق الألمنيوم يعني الفويل بين الجدران وتحت السطح في بعض المنازل عند تركيب التدفئة المركزية يدخل. وأدخل ماجد العبيد، قل لي ليش كمدخل؟ رقائق الألمنيوم من الداخل تعكس إذا كان في تعكس كمية الحرارة، ومن الخارج تعكس كمية الحرارة. طيب إذا في حالة التدفئة المركزية رقائق الألمنيوم لها سطح لماع يعكس الحرارة. نعم. ولذلك هي بتسمح لكمية من الحرارة في داخل البيت الناشئة عن التدفئة المركزية. نعم. يعني ما تسمح لها تطلع ولا ما تسمح لها؟ لا ما تسمح لها. يعني الإشعاع بصير ببطء ولا بسرعة بتطلع الحرارة برا البيت؟ لا لا ببطء طبعا. ببطء. طيب انت قبل شوي جاوبت سؤال في منتهى البراعة الحقيقة، اللي هو لما قلبت هذول واحنا حرنا كيف نحط السؤال، قلنا لابد نحطه حتى نعرف نقلب هذه، فالحقيقة يعني توفق الأخ ماجد وقلبها. سؤال شبيه 1 2 3 4 5، وهي إذا مش عاجبك كمان 6. الآن لو بدنا نضيف كمان 5 عيدان لهدول اللي هم 1 2 3 4 5، شو بصير عندنا هنا يا ماجد؟
خمسة وستة 11 11 انا بدي اعطيك 1000 ريال اذا لما بتضيف لي هالخمسة على هالستة بصير عندنا تسعة. تسعة طيب وش رايك؟ قول احاول بس طبعا بعيد الاشكال الاولية اللي بالحروف اعمل اللي بدك اياه. انا بدي اضيف لي هالخمسة على هالستة يعني خلينا اعطي لك شوية. هلا هذا عد لي بالانجليزي عد لي بالانجليزي هذا كم واحدة 1 2 3 4 5 6 هلا بدنا نضيف كم 1 2 3 4 5 بده يصير عندنا هنا كم 11 11 لا احنا بدنا يصير 9 اي ضيف لنا 5 5 على 6 بحيث يصير الجواب 9 يلا طيب طبعا نقدر نستخدم الطريقه هذه طيب هلان 6 هذا ما تجي كذا ابغاه من يمين عفوا اذا سمحت الان صارت 7 طيب 7 زائد احنا نبغاها 9 9 طيب 7 زائد طيب 7 ناقص نقدر باكثر من عمليه طبعا يعني ناقص زائد ناقص زائد ضرب اطرح ارفع للقوة حط جذر تربيعي اقعد من هنا للقرن 21 بهالطريقة مش حتحلها مش حتحلها بهالطريقة بعيد انا قلت لك اضاءة وما استغليتها كما يجب طيب ماجد الحقيقة اجاب عن الالمنيوم وما جابش على هذه 1000 ريال بنتعادل احنا وياه وتفضل اي واحد من ضغط ايوه يا سعد تعال يا مهندس سعد سعد شو السؤال؟ السؤال احنا عندنا 6 عيدان بدنا نضيف عليهم 5 بحيث تكون النتيجة 9 شكلهم على شكل حرف ارقام لاتينية زي ما بدك كله عم بيشتغل هو بالحروف الرومانية بهالطريقة مش حتحلها نصلحها شكل مربعات يعني زي ما بدك طب انت تصلحها وتجيبها مربعات ولاتيني وعربي ضغط على ايش ما دام انك مش متاكد كنت ضاغط على السؤال الاول كنت ضاغط انت كنت ضاغط عن حتفه بظلفه تفضل يلا بيخسر على 1000 ريال يا حمد حمد وقف لي هنا هلا انت في عندك عود 2 3 4 5 واحنا قلنا ايش في 6 هلا بدنا نضيف عليهم كم 5 بحيث انه هال 6 مع هال 5 يصيروا قديش 9 9 اعمل انا في حل عندي بالروماني حل مثلا في هذا شو انا حتكون يا دكتور اكس ناقص 1 على 1 يساوي اكس عود عودين 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اكس ماينس 1 على 1 يساوي 9 والله غلبنا حمد هذا ما كنا حاسبين حسابه هذا ما كنا حاسبين حسابها ابدا قال لك المهندس حمد بنحط بس خلينا نتاكد انها صحيحه راجعوا معانا انه هذا عود وهذا عود 2 ناقص 3 4 5 6 7 8 9 10 11 والمعادلة تقول 10 ناقص 1 يساوي 9 هذا منطق منطق طيب على كل حال هو الإجابة التي أردناها واحنا بنقول انجليزي وعربي وعربي وانجليزي لما قلنا 6 و 5 هي اردنا هذه الاجابه لاحظوا لي اياها انه عندنا 1 2 3 4 5 6 بدنا نضيف عليهم 5 يعني هذول كام بالانجليزي 6 وهذول كام 5 لما نضيف ال 5 هذول لهذول بهذا الشكل نحط اول واحد هنا نمبر ونحط الثاني نخلي هذا هنا ونحط الثالث هنا ما فكرنا فيها يا دكتور وبعدين نيجي نحط هذولا واحد هنا واحد هنا واحد هنا
شو صار؟ كان في عندنا ستة أضفنا لهم خمسة، يعني 6+5=، قولوا 9. صحيح. يلا شخصيات روائية 1000 ريال. طبعا آخر قطاع في الشاشة الذهبية وشخصيات روائية ب1000 ريال، والشخصيات الروائية اللي ب1000 ريال هي، سنريكم عبارات على الشاشة تشير، وهي طلعت، إلى شخصيات في مسرحيات شكسبير. إحنا عايزين تحددون 4 من هذه الشخصيات الخمسة. البطلة التي تحاول دائما غسل يديها، تسببه في ضياع المنديل يؤدي لموت البطلة، استعد لدفع 3000 دوقية أو دوكات ثمن رطل لحم بشري، صار مثلا في الغدر وعدم الوفاء. أم هذا البطل أصبحت امرأة عمه، واللي بيعرف 4 منها الخمس شخصيات الشكسبيرية يدخل. أيوة يا ماجد، من هي البطلة اللي دائما كانت تغسل يديها؟ أيوة هاملت. هذا بتخسر أول واحدة، هي ليدي مكبث. شو بقول عنها شكسبير؟ قال عنها، لا أنا أقصد الثالثة، إن جزيرة العرب أو إن عطور جزيرة العرب لن تعطر هذه اليد الصغيرة، يد ليدي مكبث. بالإنجليزي قال All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. أول واحدة. باقي بدك تعرف الأربعة هلأ. تسببه في ضياع المنديل يؤدي لموت البطلة، في أي رواية هذه؟ في رواية عطيل. في رواية عطيل. برافو يا ماجد. ايه؟ وأنا بالمناسبة قد نسهل عليك إذا جاوبت 3 صح. الأخير هامل. طيب مين هو اللي تسبب في ضياع المنديل يؤدي لموت البطلة؟ في عطيل، والبطلة هي ديزديمونة. تعرف اسم البطل هذا الشخص؟ أنطونيو. لا، هو اسمه ياغو. طيب ناخذها منك. الثانية، من هو الذي استعد لدفع 3000 دوقية يا ماجد العبيد ثمن رطل لحم بشري؟ بوكاسو. انت صدقت بقول لك بوكاسا. بوكاسا هذا تبع اليوم، احنا بنحكي عن شكسبير يا رجال. بوكاسا ولا بيكاسو، هذا في تاجر البندقية المراب اليهود الجشع. تاجر البندقية هذه تاليف شكسبير وكاسل. مين هو اللي بغلك أنا بدي رطل بشري لحم؟ في تاجر البندقية هذه القصة كتبها شكسبير. هو مين؟ المراب اليهودي. لحظة قولوا لكلكم. شايلون كلهم بقول لك شايل. طيب أنا بقبل منك السؤال يا ماجد، إذا بتقول لي ابنته كانت بورشيا ولا جيسيكا؟ لا، جيسيكا. طيب اعرف لي واحدة تانية أشوف. أم البطل أصبحت امرأة عمه، هذه في هاملت. هاملت، لأنه أمه اتجوزت اللي اسمها الملكة جورجي. اتجوزت عمه كلاوديوس فصارت مرت عمه. نعم. طيب ومين صار فيه المثل في الغدر وعدم الوفاء؟ اللي هو بروتوس في يوليوس قيصر، اللي قال له قيصر كلمة المشهورة، حتى أنت يا بروتوس اتي بروتي، وبتخسر 1000 ريال يا ماجد العبيد. والآن جاء دور سؤال الكنز. النهاية حمد العقيل 4000، فايز الفايز 500، سعد الحربي 300، محمد العتيبي 2150، ماجد العبيد 4300، وائل شحادة 0. والآن ماذا يريد أن يستثمر حمد العقيل؟ 1000 ريال. 1000 ريال من حمد العقيل. 2000 ريال. 2000 ريال. 2000 ريال. فايز الفايز 500 ريال. 500 ريال كامل المبلغ. سعد الحربي 300 ريال. 300 ريال كامل المبلغ. محمد العتيبي 500 ريال. 500 ريال. بدهم أكثر. إيش؟ 700 ريال. 700 ريال. طيب بكفي. ماجد العبيد 300 ريال. 300 ريال. 1300. 1300 ريال.
وائل شحادة طبعا في هذه المرحلة بيطلع. وشوفونا الآن شكل الكنز وركزونا عليه. الآن الأشكال اللي عندكم عبارة عن مربعات، بدكم تلاحظوا لي المربعين اللي فوق بعض، بدكم تلاحظوا لي العدد اللي فوق 42 مع 6، بنعمل فيهم عملية بنحصل على الرقم اللي على اليمين. إذا في شغلة بدنا نعملها في 42 وفي شغلة في 6، وبعد ما نعمل عملية رياضية بدنا نيجي للرقم اللي إلى أقصى اليمين اللي هو 27 على نفس الغرار 66 و7، وبعدين كيف بنحصل على 40. إذا عرفنا في شكل واحد وشكل اثنين كيف حصلنا على 27 من 42 و6، كيف حصلنا على 40 من 66 و7، نعرف كيف بنحصل على علامة الاستفهام من 78 و8. يعني العدد اللي فوق 42 و66 بدنا نعمل فيه شغلة، وبعد ما نعمل الشغلة بدنا نعمل عملية رياضية بين العدد اللي فوق والعدد اللي تحته مباشرة. إذا عملنا هالعمليتين بنحصل على 27 وعلى 40 وعلى علامة الاستفهام. حمد العقيل أدخل خيارك، هل الخيار هو رقم 47 يعني 1 ولا 50 2 ولا 57 3 ولا 60 4 ولا 67 5؟ أدخل. ضغط حمد. أيوة تفضل سعد. أيوة الخيار هو رقم 1 47. ليش؟ لأن ببساطة شديدة أنت فايز. عرفته ولا ما عرفته؟ لا والله ما عرفته. أنت شو اللي طلبته؟ طلبت رقم 2. طلبت رقم 2 ليش؟ والله لأن كلهم صعبات. لأنه كلهم صعبات. هي يا فايز ببساطة شديدة تأخذ 42 وبتنصفها بتقسمها على 2، 21 و6 27. 66 اللي فوق بتنصفها بتقسمها على 2، شو بتصير؟ 33. تجمع إلى 7 40. إذا 78 بدنا ننصفها شو بتصير؟ 39 و8 47. 47 خيار رقم كم؟ مين اللي جاوب رقم 1 فقط؟ ونشوف كشف الأرصدة. حمد العقيل نتيجة الآن 6000. فايز الفايز 0، سعد الحربي 0، محمد معتادي 1450. ومحمد اتفضل على البنك الأهلي، روح خذ جائزتك. وشكرا لفايز الفايز ووائل شحادة. ويجونا على الماسية حمد العقيل وماجد العبيد صاحبي أكبر رصيدين. والآن جاء دور سؤال الجمهور رقم 2. الآن زي ما انتم شايفين على الشاشة في عندكم شكل شكلين 3 4 5. واحد منهم هو الشكل الشاذ، هي عبارة عن نقط، والنقط في نهايات خطوط مستقيمة. في واحد فقط من هذه الأشكال الخمسة شاذ، والكاميرا الآن بتستعرض لتنتقي لنا المتسابق. أيوة فهد القاسم مكتب الراشد. أي شكل الخمسة فيه ثلاث زوايا بين الأشكال الأخرى كلها زاويتين. ليش؟ كلهم فيه ثلاث زوايا، هذيك زاوية منعكسة وهذيك زاوية منعكسة وهذه زاوية منعكسة. الزوايا هنا متساوية بين هناك؟ لا ليست متساوية أبدا. شكرا، محاولة جيدة على كل حال. أيوة عواد مدارس الحرس الوطني. أيوة أي عواد؟ أربعة أضلاع متساوية. رقم أربعة، خلينا نشوف عواد. خلينا نشوف عواد أعطى أربعة. أربعة هو صحيح، بس يشرح لنا علميا ورياضيا ليه. ثلاث نقط على خط مستقيم، ثم ثلاث نقط على خط مستقيم. شوف الفكرة، إنه هنا النقط لا تأتي على خط مستقيم، هنا لا، هذا الوحيد لو مررت خط مستقيم أبدا بيجي على الثلاثة. وعوض هو الوحيد اللي جاوب هذا السؤال، وبدنا نعطيك جائزته. تعال اسحبني هنا
حنشوف الجائزة يا عوض من الحرس الوطني. طقم دلال أبيض. طقم دلال أبيض وحمله، مبروك عليك يا عوض. والفرصة الآن أمام حمد العقيل. ضوى عندك يا حمد، ماذا تريد تبتدي فيه من الماسية؟ واحد مختلف من الماسية، والواحد المختلف يا حمد هو شوف لي هالأرقام، أنت مع الأرقام ممتاز طبعا مهندس. الأرقام هي 49 70 105 109 112 140، دقق لي فيها شوي شوي وقل لي ايش 6 من هذه الارقام ولا 5 منها متشابهة وواحد فقط هو المختلف. هو 109 لانها جميعا تقبل القسمة على 7. اي جميع 109 بقسم على 7؟ لا 109 هو الشاذ المختلف، هو اللي لا يقسم على 7. 49 على 7 كام؟ 7. 70 على 7 كام؟ على 7 فيها 10. 105 فيها 35. 15. نعم 15. 109 لا تقبل القسمة على 7. و112 بتقسم شو الناتج؟ 16. 16 و140 20. متأكد؟ طيب نرجع لقطاعات الماسية ونشوف اختلطت واخذ ماسية. طبعا حمد ماذا يريد؟ ماجد العبيد في هذه اللحظة كيف ولماذا؟ تعال معي هنا كيف ولماذا نعطيك هالمعادلة، إذا بتحلها معنى ذلك بتوقف في طريقه شوي. هذه كام يا ماجد؟ 4 روماني مش كده؟ وهذه كام؟ وهذه كام؟ وهذه كام؟ يساوي شو صار عندنا؟ 4. صار عندنا ايش؟ 4 ناقص 2 يساوي. انا حر، بدي اقول لك 4 ناقص 2 يساوي 5. هلا كل قلب قال لك اقلبها. ها شو صار؟ شو عملت؟ 4 زائد 1 يساوي 5. برافو عليك، هذا كلام صحيح. شخصيات روائية. شخصيات روائية. مستر بيكويك هو بطل رواية لتشارلز ديكنز الروائي العالمي. هل هي هذه الشخصية الروائية موجودة في قصص أو في قصة تشارلز ديكنز اللي اسمها أوليفر تويست، قصة مدينتين، ديفيد كوبرفيلد، ولا واحدة من الثلاثة؟ ولا واحدة من الثلاث طبعا. ليش؟ لأنه هي موجودة في نفس في بيكويك نفسها، في رواية في قصة تشارلز ديكنز بيكويك. مستر بيكويك موجودة في رواية فعلا اسمها بيكويك، لكن مش كافي. اسمها ايش بيكويك؟ اسمها مش بيكويك، اسمها كذا بيكويك. من بيكويك؟ ايش؟ نعطيه؟ لا ما نعطيه. طيب يلا نعطي أوراق بيكويك. بيكويك بيبرز. طيب أنا صار في عندك أنت ماستين وبتختلط الآن القطاعات في انتظار أن نرى ماجد ماذا يريد أن يقطع الاثنين. ماجد من أنا؟ من أنا طبعا أنا مهندس قتلني فني يا ماجد، فضرب بي المثل في سوء الجزاء. من أنا؟ سينمار. سينمار صحيح، جوزي جزاء سينمار. طيب ونخلط القطاعات الآن. أسماء ملونة. متطوعو غاريبالدي اللي حاربوا لوحدة إيطاليا سنة 1860 سموا اسم مشهور القمصان الحمر أو القمصان الحمراء. سؤالي وقطع علي يا مهندس حمد العقيل،
تابعوا موسوليني أو تابعوا هتلر. كانوا يسمون بالقمصان إيش؟ واحد منهم السوداء. أي واحد السوداء؟ اللي هو هتلر. هتلر وبتخسر، هو موسوليني السوداء وهتلر البني. معارك وحروب. ماجد، معارك وحروب. الميناء الذي هاجمه اليابانيون يا ماجد العبيد في الحرب الثانية هو الذي حدا بالولايات المتحدة دخول الحرب، اسمه بيرل هاربر. سؤالي، متى كان هذا الهجوم؟ في أي سنة؟ لحظة بسرعة. هي الحقيقة الفرقة اليابانية اللي هي كازابانكي. أيوة، الفرقة تبع ياماموتو هو اللي هجموا على هاواي على بيرل هاربر. نعم. وبناء عليه دخلت أمريكا الحرب. كان سنة كام؟ 1990. 1900 وكام؟ وخمسين. وخمسين؟ أبداً، هي خلصت الحرب 1945، ولذلك كانت 1941 في 7 ديسمبر. طيب، واخلطونا القطاعات مرة ثانية ونعود إلى حمد العقيل عندما يضيء الضوء عندك. قل لي ماذا تريد يا حمد؟ أسماء ملونة. طيب، اللون الزبرجدي اللي بيسموه أكوا مارين يمثل اللون الأزرق الضارب نحو أي لون؟ الضارب للخضرة. الخضرة، صحيح. طيب، الآن نرجع لمين؟ ماجد العبيد، ماذا تريد؟ معارك وحروب. المعركة ضد الصهاينة التي كان بطلها الشهيد عبد القادر الحسيني اسمها ايش؟ معركة ايش؟ معركة ايش؟ اللي سؤال فيها. اللي كان فيها البطل استشهد فيها عبد القادر الحسيني. قسطن. القسطن. نعم. انت سامعها منهم القسطن؟ القسطل، وبتخسر هذا السؤال. في سؤال أثناء الحلقة كنا سألناكم عن تشايكوفسكي اللي ألف موسيقاه الشهيرة عن موت نابليون ولا معركة بوردينو ولا موت نيلسون ولا معركة سالينغراد، وزميلكم قال إنه معركة بوردينو. لكن أنا بدي أسأل، آخر معركة هزم فيها نابليون؟ واترلو. واترلو، صحيح. شكرا لجمهور الاستوديو، تحية للإخوة المشاهدين في كل مكان، وإلى اللقاء.